ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا بحول الله حول آية النسخ وأماراتها وعلاماتها النورانية من الإشارات التي وردت بها للتعريف بالله جل وعلا. ما ننسخ من آية لو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله العافية. سبقت بيانات على قدر الإمكان لحقيقة النسخ في القرآن، وأنه أمر تربوي، أن النسخ هو قضية تربوية وتأسيس قرآني لمنهاج تربوي في الإسلام. ففي حقيقة الأمر النسخ دال على اسم من أسماء الله الحسنى وهو اللطيف، اللطيف، لأنه من لطفه بعباده، من لطفه بعباده أن أرقاهم ورباهم وزكاهم ليكونوا أهلا لحمل أمانته. والتربية والتزكية التي تفضل بها الله جل وعلا على عباده كان من وسائلها النسخ، كان من وسائلها النسخ، والنسخ منسوب إلى الرب من حيث هو ربون جل وعلا، لأن الله تعالى مسمي رب لأنه يرب الناس ربا، من التربية رب الناس أي الذي يرعاهم ويكلأهم وينمي حقائقهم ومواهبهم، هذا معنى رب. هو مرشي رب، رب الشيء مالكه، ولكن فيه معنى أنهم قبلوا، ماشي غير مالكوا وهاملوا، لا، الذي يملك الشيء ويهمله ليس برب حقيقي، يعني بالمعنى اللغوي رب الدار أو رب البستان، يعني ده باب منطق اللغة العربية، إذا قلنا رب البستان يعني موله مالكه وزائد، لا بد من هذا المعنى، زائد أنهم قبلوا إلى مخلي هاملوا ليس برب، لأن لا بد من معنى ديال التربية فرا بابا، إذا ما كينش ما كين ولو. فرب الكون مالكه وخالقه و مدبر أمره من قبله، يرزقه ويحيي ويميت ويرعى ويكلى من قبل كل شيء، هذا الرب. فمن ربوبية الرب بعباده أنه ينساخ الآيات، هذا من معاني دي الربوبية، يعني من قبل العباد دياله ويرعاهم ويكلأهم وينساخ لهم، لا عليهم، ينساخ لهم من أجل أن يرقيهم في مراتب الإيمان ومعارج القرآن ومدارجه. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وسبق البيان أن الكفار شككوا في حقيقة القرآن ومصدريته الربانية الإلهية من حيث وجدوا فيه نسخ الآيات، ولذلك الله عز وجل يشير بهذا المقطع العجيب من سورة البقرة إلى أنه في حقيقة الأمر بالنسخ، بالنسخ يعرف الله، بالنسخ يعرف الله. من أراد أن يعرف الله من حيث هو لطيف، من حيث هو رحمن الرحيم، يكلاء عباده ويرعاهم، فليتبصر النسخ، كم هو رحمن الرحيم هذا الملك العظيم رب السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. فنبه المسلمين إلى خطر أن يقعوا فيما وقعت فيه بنو إسرائيل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الذي وقع فيه بنو إسرائيل قبل هو أنهم جهلوا قدر الله جل وعلا، وفي حقهم نزل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، في حقهم، يعني هم اللي تقلوا هذا الكلام هذا. فلما كانت بنو إسرائيل ما عندهاش معرفة حقيقية بالله، كانوا كيستهنوا بسيدنا موسى ويسألون موسى أشياء يعني تدل على جهلهم الفظيع بالله، لأنه من بين ما قالوا، قالوا أرنا الله جهرة، ورنا الله نشوفه هكذا بين عين، هكذا طلبوا من موسى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. علاش جاء هذا السؤال هذا بالضبط وهذا التنبيه القرآني هنا؟ يعني رب العالمين كيقول لنا عندك تجهلوا بالله لدرجة توقعوا في ذاك الكلام اللي وقعوا فيه اليهود، فقد جاهلوا بالله. فلما كتسول وكتناقش في النسخ علاش كاين وتهكم وتسخر من النسخ الذي في القرآن، هذا دل على أنك لا تعرف الله. فإذا كنت لا تعرف الله فاحذر أن تقع في المصيبة الكبرى وتطلب شيئا فوق حقيقتك الوجودية. ولهذا جاءت هذه الآيات
تعطينا واحد لمعات نورانية، هذه اللمعات النورانية يشاهد فيها المسلم الحق الذي يبصر بصائر القرآن، يشهد فيها ويشاهد حقيقة اسمها الله أكبر. ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذا الملك الرباني الكوني العظيم الذي امتد إلى آفاق لا تحصى، لا يقدر عبد بخياله على الإحاطة بها. الكون الفسيح الذي يقهر الخيال، يقهر الخيال، خيال ديال الإنسان كيتقهر، ما يستطيع جاري امتداد الكون، لا يستطيع أبدا أبدا. رب الكون المحيط بكل شيء يتكلم، رب الكون المحيط بكل شيء يتكلم. ولذلك فعلا لما تجي لواحد العظيم اللي هو رب الكون سبحانه وتبدا تناقشوا علاش كدير هادي، يعني شيء غريب، ما عرفش مع من كتكلم، ما راه رب الكون هذا. يعني هذا يدل على جهل فظيع، جهل فظيع ديال هذا المتكلم الانسان بمن يتكلم معه، بمن يستدرك عليه. واحد المره الصحابه غير قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه راه صعيبه علينا، فغضب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني واحد المعنى، أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ تريدون أن تستدركوا على الله؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة فزعين إلى رسول الله، كيف؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ومن ذا منا لا يكتم شيئا من الشر في قلبه. من يستطيع أن يدفع خواطر الشيطان عن قلبه، يعني الحاجة واخا مازال ما نطقت بها ما درتها نتحاسب معي إذا درت هنا، وأنا ما نقدرش يعني نحمي النفس ديالي من وساوس الشيطان، لا أستطيع. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وحقيقة يعني هذا تكليف ما لا يطاق. لكن لما الصحابة قالوا ذاك الكلام سيدنا محمد ما عجبوش الحال، لأن ما دام الله قال هذا الكلام ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، يكون كما بغي يكون، هذا رب الكون، ما ينبغي أن ترد ولا أن تستدرك. من سوء الأدب، من سوء الأدب من العبد إزاء ربه أن يتحدث بمثل هذا الكلام. طلب اللطف وطلب الرحمة وربي تعالى من طالع على القلوب. فجلسوا الأرض فعلا وندموا على مقولتهم وقالوا سمعنا وأطعنا. ولذلك جاءت التتمات بعد ذلك في قوله جل وعلا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وجاء التخفيف بعده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية. المعرفة بالله تقتضي عدم الاستدراك على الله، والاستدراك على الله دال على الجهل الفظيع بالله. أي واحد يطير له القضاء والقدر أو يعني يطلع له الزعاف من الدنيا دال على جهله بالله تماما، لم يجد إلى الله من فاذ نور يبصر به حقائق الإيمان، فضاقت نفسه، ولو عرف الحق حقيقة لوجد ساعة في صدره وانشراحا ما له مثيل. حقائق الإيمان القرآنية كتعطي هذا المذاق للمؤمن، تعطي واحد السكينة هادئة مطمئنة مستريحة، لأن عنده يقين بأن هذا الملك العظيم لا يفعل إلا خيرا. لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، وأنه الرحمن الرحيم، ما تناول أحدا من عباده إلا برحمه، إلا برحمه. حتى إنه جل وعلا إذ أنزل الكتب على الكفار وكفر الكفار عبر تعبيرا في كتابه العظيم دال على رحمته التي وسعت كل شيء، وعلى أنه سبحانه وتعالى إذ أنزل الكتب على الكفار فرفضوها ذكر بربوبيته لهم وبأنهم عباد في نهاية المطاف، عباد كان أولى أن يكونوا مطيعين، فقال سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد. سبحانه لا يتحسر جل وعلا، ولكنه يحكي إحساس المؤمن إزاء الكافر حينما يأتيه النور ويلقي به بعيدا. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أسف، أسف فعلا على الإنسان، أي إنسان الذي يأتيه النور فيضيعه ويختار الظلمات. ولذلك جاء ألم تعلم، ألم تعلم، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلم؟ كيف إذا كنت تعلم إذن تستدرك على الله في تشريعه
من النسخ أو غيره، وتستدرك على الله في قضائه وقدره. ولهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عنده واحد منهج في تعليم القرآن للصحابة، تعليم القرآن للصحابة وتعريف الإسلام وتعليم الإيمان، تعليم القرآن والإسلام والإيمان والدين جملة، كان عنده واحد طريقة أساسية. هذه الطريقة هي طريقة ديال القرآن نفسه، منهج القرآن، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعطيهم شيئا من الأحكام الشرعية، الحلال الحرام التوجيه في المعاملات في التصرفات قبل ذلك وبعد ذلك في العبادات، أي شيء، إلا من خلال واحد القناة، قناة سميتها التعريف بالله. التعريف بالله، بغى يحرم شي حاجة كيعرفهم الله، كيقول لهم شوفوا ليه هذاك سبحانه راه قال لكم هذه حرام. فإذا نظر الناس إلى مصدر التحريم وقع بقلوبهم الرهبة والخشية، طافي، كيعرفوا المصدر منين جا، ماشي معرفة ذهنية، لا، معرفة ذهنية زعما بالمخ، كل شيء مغاربة وكل شيء مسلمين عارفين، معرفة وجدانية شهودية، يعني كيشاهدوا، يشاهدون الحق سبحانه وتعالى ينزل الحكمة. فأنا إذن من كانت له الشجاعة على رفضي أمر الله فليتمرد على الله. من الأحاديث العجيبة التي أحببت أن أحكيها في سياق التعريف بالله من هذا الإنكار الرباني على الناس الذين يستدركون على الله، ألم تعلم أنه عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في قومه يوم، حكاية لطيفة وعجيبة يحكيها سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال هذا الصحابي الجليل، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، قام فينا يعني كيقصد خطب فينا أو خطبنا أو قام فينا خطيبا، يعني وقف فوق المنبر أو غيره وخطب بكلمات. وأبو موسى رضي الله عنه وأرضاه تعبير دياله، لأن هذه بكلمات الكلمة دي التعبير ديال سيدنا أبو موسى في ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يجي من بعد، والحديث في صحيح مسلم وفي غيره، لكن الصيغة هذه ديال مسلم. هذه العبارة ديال التنكير تأتي لأهداف من أهمها كما هو في هذا السياق التعظيم والتفخيم، من رجل التقليل ومن رجل التعظيم، كما في قولها إن لنا لأجرا، يعني الكلام ديال سحرة فرعون لفرعون، أي لأجرا هو نكيرة ولكن عظيما. ولكن شيخ ترك يجي التقليل كما في قوله عز وجل سألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع، نكرة للتقليل ومنافع للناس، لكن هذه كلمات تنكيرها دال على عظمتها. منين كيتفهم العظمة؟ لأنها قليلة ما كتدورش، يعني بحال ديك العملة النادرة، هذا الشيء علاش دار لها النكرة، دار لها النكرة لأنه ما كيناش، يكون كثيرة يدير لها المعرفة، لكن الشيء القليل ينكر، وقلته لندرته لأنه ما كيتوجدش كالمعدني الثمين، كاينش ما كاينش، تقلب عليه ما تلقاش، نادر. ومثله موجود في كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه في حق آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتبع عليه، كلمات واحد الكلمات، يعني آدم تبع له الدنيا كلها ما ياخذهاش بهذوك الكلمات أبدا، ما يبدلش هذوك الكلمات، وهي كلمات التوبة حينما تاب الله عليه من خطيئته حسن له من الكون كامل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. فكذلك سيدنا أبو موسى تأثر بزاف بداك الكلام ديال سيدنا محمد، ديك الخطبة ديالو اللي خطبها، خطبة قليلة صغيرة كلمات لكنها تساوي جبال الذهب، بل لا تساوي، يعني لأن ما عندها ثمن، وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا، لا يقارن مضاء السيف بمضاء العصا لأنه ظلم السيف. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، هذه الكلمات عظمتهن بسبب أنه سيدنا محمد عرف بالله، جاب واحد تعريف برب الكون، ربكم ملكم شكون هو، ها هو. فكانت تلك الكلمات من العظمة والوقع على قلوب الصحابة بحيث رسخت في قلوبهم وعقولهم ووجهت سلوكهم إلى يوم القيامة. ولم يزل أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه يحدث بهذا الحديث من لاقي يوم الصحابة والتابعين حتى انتشر واشتهر، وهو موجود كما ذكرت في صحيح مسلم وفي كتب السنن والمسانيد وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا الحديث لما خطب سيدنا محمد، قال لهم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي أن ينام، إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي أن ينام،
يرفع القسط ويخفضه، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لاحترق كل ما امتد إليه بصره من خلقه. انتهت الكلمات. وفعلا كلمات لو أنه الإنسان يتناولها جملة جملة يعني لوجدها أعظم بكثير من قدرته نفسه، من قدرة الإنسان نفسه على تخيل حقائق الكون. حقيقة في أن تأمل الإنسان هذه الصفة الربانية العجيبة، إن الله تعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. شيء غريب جدا حقيقة، يعني شيء يعني شيء عجيب، يعني سبحانه وتعالى كامل القوة في تدبير لمملكته اللحظة تلو اللحظة، ولا تحكمه لحظة لأنه فوق الزمن سبحانه، هو خالق الزمن وخالق المكان، لا يخضع لأي منهما بل هو فوقهما جل وعلا، ولا ينبغي أن ينام. يرفع القسط، القسط هو الميزان وقيل هو الرزق، وكل ذلك سواء، يعني الأرزاق كلها بموازين، يعني موازين الخلق من المقادير جملة، من الأرزاق والوقائع والمصائب والحسنات والخيرات، يعني مما كتب لك أو عليك يخفضه ويرفعه، بمعنى أنه يدبر هذاك يعطيه هذاك يقلع له، هذه نفس نزلت، هذا التولد، هذا مات، يعني سبحانه وتعالى يدبر شأن مملكته، هذه نمل رزقه، هذا عصفور رزقه، هذا حرمه، هذا قلع له، هذا أعطاه، هذا انصافه، هذا انتقم منه، هذا عوضه. يرفع القسط ويخفضه، يعني الحركة في الكون خدمة من مصدر واحد رب الكون. إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وهذه من الأشياء العجيبة حقيقة، الإنسان الله سبحانه وتعالى إذ كلفه بالأمانة حكمه بالليل والنهار، يعني خلاه يدور في العجلة ديال النهار والليل، عنده وحدة زمنية، وحدة زمنية يعني المقياس اللي كيعيش بنادم اللي كيتحسب له 24 ساعة 24 ساعة، الوحدة الزمنية مقسومة على جوج، وحدة الليل وحدة النهار. والله تعالى صرف معاشه بين الليل والنهار، دار له النهار طبيعة ديال الخدمة، ودار له الليل طبيعة أخرى ديال الخدمة على الإجمال. وكذلك دبر شأنه، يعني رب العالمين دبر شأن الإنسان بملائكة من عنده مقسمهم على جوج، ملائكة الليل وملائكة النهار. ولذلك في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الإنسان إذا لما ينظر الوحدة الزمنية اللي كتحكمه يجد نفسه حينما يتعرف إلى الله من خلال فعاله. حديث دبرك عرفنا بالله، فعلاقته بالكون سبحانه، وفعلاقته بينا احنا بني آدم المكلفين بالأمان. ربي تعالى كيقول لك راه النهار ديالك لما كنعطيه لك راني كنختمه لك في نهاية اليوم، كل ما تفعله ذلك اليوم ما كيباتش عندك، كيبات عندي، يعني منذ اللحظة الأولى من انفجار الفجر أي حركة درتها كتسجل في ملف النهار إلى نهاية النهار بعيد غروب الشمس وذوبان الشفق، باش كيبدا الليل يعني كتبدا العشاء، تما كيكون ملف النهار غلق سد اللحظة كيكون عند رب العالمين. وكذلك من اشتغل بالليل بالخير أو بالشر، من بات يقوم الليل أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يفعل أي شيء أو يجري في مصالح الناس أو بات في جريمة أو فسق أو فجور أي شيء، ما كيصبح الصباح على هذاك الإنسان في ديك الليلة لا ينفجر فجر اليوم الموالي، حتى كيكون الملف ديال ذاك الإنسان قد اكتمل فجوره وبجوره عند الله في ملفه كاملا، يعني حركة كونية. إن هذه الأرض والسماء، السماء والأرض وما بينهما من المسافات التي لا يستطيع العقل البشري أن يحصرها، الملائكة تخرقها بما أتاها الله من قوة، تخرقها في 1000 سنة في 50,000 سنة، ولكن فرمش تعين، يعني مفهوم الزمن يدوب، صعيب الإنسان بدي يحسب كألف سنة مما تعدون، ولكن بالنسبة لمن لنا أم لهم، لأنه الملك يمشي يعود يجي. ولذلك
شيء غريب، مفهوم الزمن من المفاهيم الغيبية المطلقة التي لا يقدر العقل البشري على إدراك كونية. حدنا حد المدار الأرضي في فهم الزمن، أما الزمن الكوني الغيبي لا قدرة للإنسان على فهمه إطلاقا، شبه ما يكون بلا زمن معاني. فإذن هذه الحركة التي تقوم بها الملائكة استجابة لأمر الله تكون تؤدي رسالة الله جل وعلا التي أناطها بها، من حيث هي مكلفة بالإنسان، فالإنسان الفاعل لما يفعل من الخير والشر محكوم مقهور. وحينما يجهل الإنسان ربه يظن أنه يصنع الأشياء وهو لا يصنع شيئا، يتمرد تحبل بنادم زعرام ما محكومش برب الكون، يتمرد على الخالق ويفجر ويفسوق ويبجر ويطغى ويتجبر، وما هو إلا شيء ضعيف ضعيف جدا، محكوم بقدره، محكوم بأجله، محكوم بضرورته. بنادم في نهاية المطاف إنسان، تأتيه لحظته انتهى، يأتيه رزقه قد جاء، حرم الشيء حرم. لو حارم الله عبدا النوم لن يجد أبدا من يدخل إليه سكينته إلى قلبه، لن يجد من يدخل سكينته أي سكينة النوم إلى قلبه. أي شيء بسيط جدا، لا تجد قوة في الأرض قط تتدخل في شأن الله سلبا أو إيجابا، وما تحرك شيء إلا بإذن الله في الخير وفي الشر سواء، لأن ملشي فوق عرشه سبحانه جل وعلا يدبر أمر مملكته لا يغيب عنها لحظة البتة. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النور الإلهي، إن الصحابة كانوا متشوقين يعرفوا شي حاجة على الذات ديال مولاهم الكريم سبحانه. واحد المرة واحد من التابعين الناس الشباب اللي ما دركوش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لما كبروا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مات ما عقلوش عليه، أو تزادوا من بعد ما مات، أو حتى من اللي كان هو حي كانوا في واحد الطفولة اللي ما تكفيش باش يعقلوا على شي حاجة من عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما دركوش الصحبة، ما عاشوش معه، ما عاشروش يعني. تابعين واحد فيهم جلس مع الصحابي قال له لو أدركت رسول الله لسألته، واحد السؤال فراسي اللي كل لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عشت معه نسوله. قال لك الصحابي قال له شنو هو؟ قال له هل رأى ربه؟ قال له سألته، قال لي طاح في بالك أنا راه طاح في بالي، سألته فقال ما قال؟ قال نور نور. جواب عجيب، هذا جواب ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سئل عن الله هل رأيت ربك؟ قال نور نور. اش معنى نور؟ ما تقدش تشوف، يعني نعطي واحد المثل ولله المثل الأعلى، شوف الشمس، شوف الشمس تنكسر شبكتك المرآتية، ترسلك عينك إلى شفت الشمس، لا تستطيع التحديق في الشمس. شنو الشمس؟ لا شيء، لا شيء. الشمس نور الله أعظم من أن يصبر على وجوده الموجود، ماشي يعني أعظم باش تشوفه، لا، أعظم من أن يصبر على وجوده الموجود، وسأبين هذا. هو الحديث النيتي، فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيجاوب كثير من الأحيان، موجود في المنهج ديال السنة النبوية، كيجاوب في كثير من الأحيان على الأسئلة اللي كتدور في بال بنادم خمس ما قالهاش. المبدا كيقول لهم كذا كذا، يرفعوا القسطة ويخفضوا، لا ينام ولا ينبغي أن ينام. شوي قال لهم ربكم هذا الذي تتشوقون إلى معرفته مستور مخفي سبحانه، ما خفاؤه ما حجابه؟ الحجاب باش مخفي، النور حجابه النور، وهو سبحانه وتعالى النور، هو جل وعلا ذاته ربنا رب الكون سبحانه سميته النور، الله نور السماوات والأرض النور، والنور اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة المتواترة النور، والنور حجابه النور، النور حجابه النور. قال عليه الصلاة والسلام لو كشفه، لو أن رب العالمين حيد النور اللي هو يعني مجرد حجاب متستر على الخلق ديالو بالنور، ماذا يحصل؟ يتجلى وجهه للكون، وجه الله تعالى يتجلى يبان للكون، رب الكون يفيض من وجهه الجمال والجلال. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث حقيقة، يعني من الندرة بمكان، صدق أبو موسى الأشعري، كلمات شي جملات ما عنديش بحالهم، ما كاينش بحال هذه الجملات. لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. السبحات جمع سبحة،
الضد ديالها على الميزان نفسه الظلمات، جمع ظلمة، ظلمات ظلمة، سبحات سبحة، فهما معنيان متقابلان وعلى ميزان واحد. متقابلان يعني متضدين، السبحات يعني ضد الظلمات حتى في المعنى، يعني النور، النور الذي يفيض بشكل متماوج، يعني الانوار كتفيض بحال لآلئ ديال النور وحده، يعني امواج النور وحده مرا وحده، النور المتدفق، هذه السبحات في العربيه. وقد شرح الامام النووي هذا الحديث شرحا عجيبا جدا، شرح النووي على مسلم كيف ان وجه الله جل وعلا يفيض بالجلال والجمال بحيث لا قدرة على الخلق، لأن نور الله عز وجل أقوى من التحمل، ماشي النظر، لا الوجود، لو امتد نور الله إلى الخلق لاحترق الخلق، لأن نور قوي جدا بحيث لا قدرة على الوجود مع وجوده، يعني أي شيء ما عندوش القدرة يبقى موجود ونور الله موجود. فتلطف الحق الكريم، تلطف بعباده بأن تستر عليهم بنور الذي هو حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، وماذا من خلقه لا يمتد إليه بصره؟ كل شيء. بمعنى أن رب الكون لو تجلى للكون، الخلاصة لا ثانية للكون، يعني رب الكون إذا أراد يعني الكون في الضمعة صافي، ما يبقاش الوجود، ما يبقى غير هو سبحانه، ما له جل وعلا إلا أن يكشف حجابه عن ذاته فيفنى كل شيء. الرب العظيم تحاروا، كما ورد أيضا يعني في سياق شرح الحديث، تحاروا إزاءه العقول، العقول تسلم، يعني لا قدرة للعقل على أن يمضي خطوة، لا يستطيع، لأن هذه حقائق كونية مطلقة عن عالم المكان والزمان والفهم ديال البشر، وما للإنسان ما له إلا أن يتذوقها تذوقا كما تذوقها أصحاب رسول الله، وجابوها هكذاك، ما زادوا ولا نقصوا، كما سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسخت في ذهن أبي موسى، قام فينا رسول الله بكلمات، كيش بحالها كلمات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان من حين لآخر كيصنع بالصحابة هكذا، كيعليهم، مش تعرفوا هذه الشريعة من جاية، هذا الدين شكون مولاه، حتى إذا نزل حكم الله وجد القلوب ممهدة مطمئنة لا تتردد اطلاقا، إما خوفا ورجاء أو حياء، إما أنه الإنسان خاف من الله عز وجل، هذا رب الكون له سلطوة، سلطان عظيم، يعني بنادم يحارب الله، ما تعرف جنود الله منين يطلعوا لك من الداد ديالك، يرسل إليك جنوده من ذاتك، من قلب ديال الشرايين الدموية ديالك، عنده العسكر ديالو تما الداخل الجسم ديالك، فيحاربك جسمك يحاربك، نضلك في لحظة واحدة في الضمع الإنسان، لا إله إلا الله. أو حياء، الذين عرفوا الله وأحبوا الله يستحون من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله فيها، وهذا من كمال الإيمان وجمال الإسلام، أن يكون العبد حياً، حي كيحشم من مولاه اللي خلقه، إن الله حي ستير، يحب الستر سبحانه، يحب الحياة ويحب الستر، وذلك العباد الحقيقيين ديال رب العالمين هم الذين يستحيون من ربهم من أن يستدركوا عليه شيئا، أو أن يجادلوا في حق الله شيئا، أو أن يماروا في الدين شيئا، وإنما إذا سمعوا أمر الله يتلى قالوا سمعنا وأطعنا. اللهم اجعلنا من التائبين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وارحمنا برحمتك أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.